أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، بحييكم باسم الرب يسوع المسيح. بتوصلنا رسائل كتيرة سواء عن طريق الفيسبوك أو عن طريق واتساب أو فايبر، وفي كتير ناس اللي بتواصلوا معي بشكل شخصي، وغير طبعا الإخوة والأخوات اللي بيصلوا فريق الصلاة والمشورة اللي بيصلوا مع المشاهدين. وعم بشوف في نوع من اليأس، والناس محتاج هيك لرسالة رجاء ورسالة أمل ورسالة طمأنينة. عاوز أقول إنه الرب مش بعيد منا، الرب قريب للذين يدعونه بالحق. طبعا الناس دائما الفكرة، ولا سيما في الظروف الصعبة، فينك يا رب؟ عم بصلي مش عم تستجيب الصلاة. كتير مرات احنا بنحاول نحط الله بقالب معين بطريقتنا احنا، ونحدد الله الغير محدود بمحدوديتنا وبفكرنا. في هاي الحلقة عاوز اقول شيء كتير كتير مهم، انه الرب بيأتي لكن بطريقة لا تتوقعها. الله بيجي لا يهمل إنسان، مكتوب لا أهملك ولا أتركك، بس كتير مرات الله بيجي بطريقة ما بتتوقعها. بالحقيقة إنه كتير مرات الله بيستجيب وبيكون عم بيتعامل معنا وعم بيتواصل، بس إحنا منشغلين بأصوات كتيرة أو منشغلين في ذاتنا وهمومنا وبحياتنا، لدرجة إنه الله عم بحاول يعترض حياتنا، بحاول يكلمنا بس احنا مش صاحيين ولا منتبهين لهذا الموضوع. تعرفوا في العهد الجديد مكتوب عن يسوع كان يجول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم ابليس. الرب يسوع مكتوب عنه العالم بكل شيء وايضا القادر على كل شيء. المسيح كان عنده برنامج الهي، بس البرنامج دايما لخير الناس لأنه بحب الجميع بغض النظر أعداء أو أصدقاء. ويعني خلي بالك الرب قال جئت لأدعو خطاة للتوبة، فالمسيح بيهتم في أضعف الناس وبيهتم باحتياجات الناس. واضح من الإنجيل المقدس بتشوف خلفية ولو قبس صغير عن برنامج المسيح المزدحم، كيف كان بجول بيشفي كل ضعف وكل مرض وبيعلم وبيكرز وبيبارك وبيصنع خير. فالمسيح شاف ناس مشيوا معاه 3 أيام نسيوا حالهم بسبب التعليم، تعليم المسيح المبارك. والرب يسوع امتحن التلاميذ انه يعطوهم خبز ليأكلوا، لكن المسيح هو عالم بكل شيء، تحنن على الناس. مرة تانية بقول تحنن على الناس كرعية، كأنه رعية خراف بلا راعي، مش عم تتخبط شمال يمين، وهذا الإحساس اللي كتير ناس عم بتمر فيه. فالرب يسوع أشبع الآلاف، ما عندوش مشكلة إنه يشبع 5000 رجل أو 20000 يعني مع النساء والأولاد، ما عنده أي مشكلة. فهو خالق السماوات والأرض وهو يسدد احتياجات الجميع، وهو يعطي الشمس والمطر والغلة والخير والبركة. مكتوب إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. بعد المعجزة الرب طلب من التلاميذ يروحوا للعبر، كانوا في ورطة في مأزق في أزمة، وبحيرة طبرية بالعادة بتهيج وخلاص ابتلعت كل حكمتهم. لسرعة الأمر جاء المسيح ماشيا على الماء. مرة تانية يعني بنفس القصة جاء في الهزيع الرابع، يعني في ساعات الصباح الباكر بعد الساعة 3 صباحا، لكن جاء سعة الرب لا بتأخر ولا بتقدم. آخر آية بحبها في إشعياء إصحاح 60 بتقول أنا الرب في وقته أسرع. ولما بتصل عنا الوضع، بيصل عنا الوضع انه كل حكمتنا بتلعب وكل معرفتنا وكل امكانياتنا
وكل محاولاتنا عم بتبوء بالفشل، في إله ثق إنه يحبك وسيأتي إلى حياتك بطريقة غير متوقعة. تعرفوا في مرة راح للسامرية، مهتمش المسيح يعني للصيت الديني أو السياسي أو الصراع الديني والسياسي الموجود في تلك الأيام. في يوحنا 4 آية 4 مكتوب: وكان لابد له أن يجتاز السامرة. وفعلا في امرأة سامرية عايشة بتتخبط في حياة الخطية وكانت تبحث عن الماء الحي، فالمسيح سكب أنهار مياه حية في داخلها وكانت سبب خلاص وإنقاذ وشفاء لها، وأيضا سبب خلاص لكل القرية، قرية السامرين. مهتمش في السمعة السياسية أو الدينية، ما كانش مضغوط عليه في أجندة بشرية، كان بيتحرك في البرنامج الإلهي. مرة تانية راح لسور صيدا للبنان، وخلينا نصلي نستمر بالصلاة من أجل لبنان والأزمة اللي بتمر فيها، ولا سيما بعد هذا الانفجار ربنا يتدخل. بس هناك كمان في أزمة تانية، امرأة محطمة يأساني جاءت تصرخ ليسوع من أجل ابنتها، ورغم أنه الاعتراضات بحسب تقاليد تلك الأيام لكنها استخرجت واستخلصت الجواب من يسوع المسيح. فالمسيح يتحنن وباركها، ويعني بالفعل افتخر بإيمانها وشفى ابنتها اللي كانت مجنونة جدا فيها روح شرير، أنقذها من الورطة. وانت اليوم في مأزق، في ورطة، اتوقع انه المسيح يمكن يعترض حياتك اليوم، فتوقع بركة ولمسة شفاء من يسوع المسيح. واذا انت محطم بالقيود السحرية والاعمال السحرية والتعاويذ والكتابات والحجابات، نكسرها اليوم بدم الرب يسوع المسيح. اسمح له ان يعترض حياتك، رح يجي لحياتك بطريقة ما بتتوقعها، لكن كون منفتح، ما تمانع، ما تعارض، ما تصارع، ما تكون ضد منطقك وضد فكرك، ما تدافع عن عقيدة ولا ديانة ولا فكر وتروح الهلاك الأبدي بسبب انك تبين انت في موقف صحيح. راح للسامرية مش من شعب الله، راح للكنعانية مش من شعب الله. في مرة في القدس راح لبركة اسمها بركة بيت حزدة، هناك كان في مريض له سنين طويلة 38 سنة، وهذا المريض ما كانش متوقع انه حد يجي يسأله سؤال مهم كتير: أتريد أن تبرأ؟ لأنه مكتوب في المنطقة، في المكان هناك، كان جمهور من مرضى من عمي وعرج وعسم يتوقعون تحريك الماء. ما كانش يتوقع، كان كل فكر انه ملاك ينزل ويحرك المي، ومن نزل اولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من اي مرض اعتراه. لكن جاء المسيح ونظر بعينين حنونتين، رغم ان هذا الشخص ما زالت ارادته مشلولة محتاجة لشفاء: اتريد ان تبرأ؟ قال له: قم احمل سريرك وامشي. ما كان يتخيل، ما كان يخطر على باله. مين اللي بفكر في هذا الشخص اللي عايش في وحدة وكآبة ويأس وظلمة وما حد سائل فيه ولا واحد سائل عنه؟ لكن جاء المسيح وشفى هذا المريض. مرة تانية المسيح راح لمجمع، وفي وحدة كان عندها انحناء، يعني ظهرها مقوس، وكان عندها أيضا انحناء روحي. وهي المرأة 18 سنة مكتوب عنها ربطها الشيطان، فالمسيح مد يده ولمسها وشفيت في الحال واستقامت. هاجت الدنيا لأن المعجزة كانت يوم السبت. فأجاب المسيح وقال: يا مرائي، لرئيس المجمع، يعني من منكم يعني ألا يفك حماره في يوم السبت ويأتي ويسقي، يعني بيخدل الماء حتى يشرب؟ فالفكرة أحبائي كتير مرات نقيد بتقاليد،
نقيد بعادات ونقيد بظروف ونقيد بأفكار مسبقة مش عاوزين نتغير. فالدعوة اليوم إنه المسيح مش بيتعامل بحسب التقاليد اللي أنت ربيان فيها. اليوم عاوز يعترض حياتك، كل اللي بيطالب فيك إنك تكون متواضع أمامه، تكون منكسر ومنصحب أمام الله، لأنه يبارك المتواضعين بل يرفع المتواضعين بل يعطي نعمة لكل شخص متواضع أمامه. فعاوز أقول لك اليوم لا تخف، لا تضطرب، لا تنزعج، لا تقلق. يعني فوق العالي عاليا يلاحظ، هو موجود، ما تخافش، هو اللي ماسك زمام كل الأمور. ارفع قلبك، افتح عينيك، اسكب قلبك أمامه، إنه سيأتي بطريقة لا تتوقعها اليوم. قل له صلاة بسيطة: يا رب افتح عيني، افتح بصيرتي الروحية، افتح قلبي، افتح عيني على رؤيتك حتى أشوفك. يا رب أنا بصلي من أجل كل شخص في هاي اللحظة بيشاهدنا، يا رب المس كل عين وكل قلب وافتح كل ذهن لمعرفتك اليوم. تعال يا رب المس كل احتياج، في كتير ناس متألمة يا رب في أمراض كورونا وسرطان وأوبئة. في اسم الرب يسوع منصلي شفاء لكل من يشاهد بالإيمان، نطلب هذا. وتعال يا رب زور زيارة خاصة لكل مشاهد ولكل مشاهدة، باركهم وسدد احتياجاتهم وفيض عليهم بكل نعمة وبكل بركة في اسم الرب يسوع، آمين. إذا أعجبك حط لايك واعمل شير على هذا الفيديو، اعمل شير لعدة أشخاص والرب يباركك. إذا عندك احتياج صلاة بليز لا تتردد، منحب نصلي معك. الرب يكون معك.